الأشخاص من دوالي القدم والتي يحاول الكثير علاجها بشتى الطرق. الدوالي هي عبارة عن توسع في أجزاء من الأوردة السطحية للساقين، وهي من الاضطرابات الوعائية التي تعكر صفو المزاج وتؤثر بشكل سلبي في الشخص المصاب بها. لكن شهد علاج الدوالي تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، حيث تم الاستغناء في غالبية الحالات عن الجراحة لتحل مكان علاجات سهلة وبسيطة وشديدة الفاعلية. وللحديث عن أسباب وعلاج الدوالي بالتقنيات الطبية الحديثة، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسين أحمد لطيف، استشاري جراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر في مستشفى الدكتور سليمان حبيب بدبي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، خلينا أول شيء نأخذ نبذة عن دوالي الساقين، كيف ممكن تصير هذه، يعني كيف سببها؟ خليني أوضح في البداية ما معنى كلمة دوالي. نعم، الدوالي هو الحقيقة توسع غير طبيعي جدار الأوردة مع تعرج في جدار وسريان الوريد. طبعا الدوالي ممكن تصيب أي مكان من جسم الإنسان، ممكن الساقين، ممكن الحوض عند المرأة، ممكن نعم، أسفل المريء. فإذا هو مرض يصيب أجزاء مختلفة تكون متواجدة فيها الأوردة. بالنسبة إلى دوالي الساقين، على مود نوضح الفكرة لازم نعرف أنه الجهاز الدموي يتم نقل الدم عن طريق الشرايين، نعم، ويكون بقوة ضخ القلب وبتقلص عضلات جدران الشرايين، ويتم رجوع الدم من الأطراف إلى القلب بواسطة الأوردة. عملية رجوع الدم هاي تتطلب حاجتين، تتطلب أول شيء تقلص العضلات مستمر، والشيء الآخر وجود صمامات لكي تسمح برجوع الدم باتجاه واحد تمنع رجوعه. دوالي ساقين تحدث عندنا الحقيقة لما يكون عندنا مشكلة في الصمامات. فالحالة راح يكون عندنا رجوع الدم باتجاه معاكس، وبالتالي راح يتجمع في الأوردة ويبدأ بالأوردة في القدم ثم تصاعديا. طبعا هذا التوسع راح يعمل زيادة في تجمع كمية الدم، وبالتالي تورم، وهذا التورم راح يعمل ضغط على الأنسجة المحيطة، يعمل لنا ألم، يعمل لنا بعض الأحيان خدر أو أعراض مختلفة للدوالي، بالإضافة إلى توسع الدوالي الصغيرة اللي تكون على شكل نعم العنكبوتية أو الأشكال الأخرى للدوالي. نعم دكتور، أنت تكلمت على النساء، هم النساء أكثر عذر للدوالي أكثر من الرجال ولا ما يصيب الرجال؟ طبعا أكيد، النساء يعني أكثر. سؤال ذكي جدا. النساء أكيد أكثر، في بعض البلدان بالعالم توصل 3 إلى 1، والحقيقة لها علاقة كذلك بالهرمون الأنثوي نعم، البروجستيرون في جسم المرأة، يعمل ارتخاء إلى جدران الأوردة فيكون عندها استعداد، بالإضافة للحمل والحاجات الأخرى. نعم، خلينا بما ذكرت عن الحمل، دوالي الحمل دائما أغلب الحوامل، أغلب خلينا نقول أنهم يصابوا بدوالي الحمل، هل تختفي بعد الولادة دكتور؟ خلينا نفهم ليش تصير الدوالي في نعم، الحمل. الحقيقة هي أسباب متعددة تؤدي إلى حدوث الدوالي عند النساء. السبب الأول هو كبر حجم الرحم مع نعم، تقدم فترة الحمل، يوصل إلى أسفل القفص الصدري، وهذا طبعا راح يضغط على الأوردة الرئيسية اللي ترجع لنا الدم من الأطراف، فيعمل الدوالي نتيجة عدم رجوع الدم ونتيجة ضغط الرحم على الأوردة الرئيسية في البطن. السبب الآخر كمية الدم اللي يكون في جسم المرأة أثناء الحمل تقريبا يتضاعف، نعم، لأن يعني تتغذي المريضة الحامل، المرأة الحامل والجنين، هذا بحد ذاته يعني سبب عبء وثقل على الأوردة لأنه ما متعودة على ضعف الكمية الدم الموجودة في الجسم. الشيء الآخر مثل ما تطرقنا له، الهرمون الأنثوي البروجستيرون تكون نسبته عالية بفترات مختلفة في نعم، الحمل، هذا أيضا يعمل إلى ارتخاء في جدران الأوردة وبالتالي إلى توسعها وحدوث الدوالي عند النساء. هسه نريد نعرف هل راح تبقى الدوالي عند المرأة الحامل ولا تختفي بعد نعم، الحمل؟ الحقيقة هذا يعتمد على شيئين. الشيء الأول، هل المرأة الحامل لديها تاريخ مرضي لدى أحد من أقاربها، أختها، والدتها؟ هذا سبب. والسبب الآخر، هل كانت المريضة تعاني من الدوالي قبل الحمل؟ إذا موجودة أحد هاي الحالتين، التاريخ المرضي أو نعم، العائلي أو وجود دوالي بدرجات مختلفة قبل الحمل، عادة تبقى، لكن ممكن إحنا نحاول نوقف زيادتها باتباع توصيات معينة. الحالة الثانية، إذا المريضة كان لا تشكي من الدوالي نعم، قبل الحمل وليس هناك أي تاريخ مرضي بالعائلة من الأم والأخت أو الأقارب، عادة تختفي.
لكن اختفائها بعض الأحيان يطول فترة طويلة من 6 إلى 9 أشهر، نعم لكن بالنهاية هي عادة تختفي عند تختفي. المريض ما عنده. نعم. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن التقنيات الطبية الحديثة لعلاج الدوالي. زمان كانت العلاجات جراحية، دحين أكيد طبعا أقل تدخل جراحي. بالأكيد دكتور عابير، العمليات التقليدية السابقة اللي تقريبا اختفت حاليا كانت تصير تحت تخدير العام، وإلى بالإضافة إلى المريض تعرض إلى مضاعفات إلى علاقة بالتخدير إلى علاقة بالعملية بحد ذاتها. الحقيقة التقنيات الحديثة كلها تعتمد على مبدأ واحد، نعم إنه ندخل قسطرة في أسفل الركبة عبارة عن أنبوبة بلاستيكي قطرة ما يتجاوز 2 مليمتر مو أكثر، نعم يعني حجم صغير جدا بحيث بعد العملية ما يترك أي أثر. وعن طريق هذا الأنبوب البلاستيكي ندخل التقنيات الحديثة، الحقيقة كلها تتم على نفس المبدأ. نعم نقدر نقسم هاي التقنيات إلى نوعين. النوع الأول هو اللي يستخدم التسخين أو الحرارة، واللي هي أما تكون الليزر اللي هو شيء قديم، ندخل قسطرة الليزر من خلال هذه الأنبوبة البلاستيكية ونبدي نسخن الوريد اللي فيه مشكلة بالصمام إلى درجات عالية جدا، يعني نعم أعلى من درجة الغليان عدة مرات. الطريقة الثانية هو أيضا بالتسخين لكن بدرجات حرارة أقل، نعم 120 درجة مئوية ولفترة 20 ثانية، وهذا يكون تسخين عن طريق الأمواج الفوق الصوتية وتسمى راديو فريكونسي. طبعا اللي بالتسخين عادة تكون تخدير موضعي، نحقن مادة على طول قسطرة الليزر أو الراديو فريكونسي لأنه نحن نولد حرارة فلازم نخدر المنطقة. الطرق الثانية الحقيقة هي استخدام مادة لاصقة داخل جدار الوريد وبالتالي غلقه. الحقيقة هذه من التقنيات الحديثة، ليس الحديثة جدا حقيقة، لكن أخذت الـ FDA Approval في الولايات المتحدة شهر 5 2015، عملناها في الإمارات نفس السنة بشهر نعم 10، وكانت يعني موجودة في أوروبا قبل 4 أو 5 سنوات خاصة في ألمانيا. الفكرة من هاي التقنية إنه بدون تخدير نعم لأنه ما في حرارة، نعم وفي تقنيات أخرى اللي هي ممكن نحقن هاي المادة بالإضافة إلى عمل خدش في جدار الوريد وبالتالي التصاقه. هذه بالنسبة لمشكلة الصمامات. الحاجة الأخرى لما تكون عندنا دوالي سطحية على نعم الأشكال المختلفة، نعم هذه عادة نعالجها بالحقن أو بدون تخدير، نعم عادة نحقن مادة بداخل هذه الأوردة، وبعض الأحيان نخلط الهواء مع هذه المادة لما نريد نحقن كمية كبيرة أو نحصل على، تختفي. دكتور ترجع مرة ثانية ولا لا؟ عادة تختفي وما نعم ترجع، أوكي لكن دي عندهم استعداد وراثي. هذا نعم سؤال ذكي جدا والكثير يسألوه، ممكن ترجع بمكان آخر، نعم لأن نعم احنا مثل ما تعرفين الأوردة شبكات متعددة مو مثل الشرايين اللي هو يكون لها مجال نعم نعم واحد. دكتور استشاري جراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر الدكتور حسين أحمد لطيف، شكرا جزيلا لك شكرا دكتور. جزيلا.